اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع طبعا ابطال المرتبط. الحقيقه اللي ادوا اداء جيد جدا وكانوا داعمين للفريق الاول بشكل كبير. في البدايه طبعا برحب بنجم الفريق وهداف الرميه الثلاثيه بالمناسبه عمر حاتم. اهلا بيك عمر، منورنا في قناه النادي الاهلي. وبرحب بعلي عصران احسن لاعب في النهائيات في دوري المرتبط، والحقيقه ده الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي قادما من نادي وادي دجله، والحقيقه فاق كل التوقعات. اهلا بيك علي، منورنا في قناه الاهلي. الحمد لله. هبتدي بيك بقى علي، انت طبعا دي اول سنه ليك في الاهلي. طب انت لما جيت الفرقه حسيت انت غريب ولا يعني حسيت الاول برهبه شويه كده؟ لا ما يعني كانوا اصحابي برضه قبل لما اجي، كنا بنخرج مع بعض وننزل نلعب مع بعض. فعلا ولا. مين كنت بتخرج معاه؟ كان عمر وبلال وفادي وعلي حامد وناس كتير. فعلا. يعني كنت بتخرجوا مع بعض كنا بننزل نلعب مع بعض في الاهلي برضه. برافو، يعني انت ما كنتش غريب عنهم؟ لا كنت عارفهم. طب انت جيت ازاي نادي الاهلي؟ يعني ايه اللي حصل؟ مين كلم بابا؟ مين كلمك؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو الاول خالص كابتن محمد اشرف تواصل معانا وقال لي عايز رقم بابايا وكده، وبعدين تواصلوا مع بعض، وبعدين الاهلي بعت فاكس للنادي وبعدين بقى خلاص. يعني اول واحد كلمك كان كابتن محمد اشرف توفيق؟ لان هو كان بيمرن الجيل بتاعكم. فشافك وشاف ان انت لعيب كويس وبتاع بس انت كنت السنه اللي بتلعب في به صح؟ كنت بلعب في بيه. عشان سنك، عشان 2007. يعني هم هناك فاصلين السنين عشان مش عايزين صداع، هم يعني حته الجامعة وبتاع وده يلعب وده يلعب، مش هيقول لك لا افصل. 2007 كله مع بعض و2006 كانوا مع بعض. ايوه. طب انت جالك حاجه تانية غير الاهلي؟ جالي كتير بصراحه. قول ايه المشكله، مفيش مشكله. الزمالك كلموك مثلا؟ الزمالك. الجزيره كلموك؟ الجيش. اتصالات. الاهلي. طب حد بعت غير الاهلي يعني ما هو كلموك؟ الاتحاد والجزيره بعتوا فاكسات. مش عارف. طب مين اللي حسب بقى؟ يعني ايه رغبتك هي اللي سالوك انت عايز تروح فين؟ وانت اخترت الاهلي طبعا عشان انت ايه يعني صحابك واهلاوي. اصلا انت اهلاوي. حلو جدا. ايوه كده بقى، شفت بقى عمر، شفت الكلام. ايوه كده، بقول دي من الاول. خد بتخش ولا انا بهزر معاك طبعا. الفكره اللي بقول لك عليها ان هو يعني قدومك من النادي الاهلي احنا فوجئنا بيك ما شاء الله. انت يعني حتى انا استغربت، اي لعيب بيجي بيبقى يعني عنده شويه رهبه، انت ما كانش عندك دي خالص. يعني ما شاء الله دخلت مع الفرقه واديت على طول، فدي وفرت علينا وقت كبير جدا. طب خلينا نتكلم عليه، انه جيت النادي الاهلي خلاص ورقك خلص، بدات مرن مع الفريق، بدانا ماتشات، حسيت ان احنا ممكن نعمل النتيجه دي؟ يعني كان عندك ثقه في فريقك؟ بصراحه يعني كنت شايفهم احسن فريق بصراحه. واثق في قدراتنا وكده. انت عارف في حاجه حلوه عجبتني برضو علي فيه، لما جم يقولوا احسن لاعب، انت 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 ما كنتش متوقع كاس، يعني انت مش بتلعب عشانه. لا خالص، كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه. انت حتى هم قالوا لك روح، قلت لهم في ايه، هو في مين عايزني؟ لا كنت صح مش كده؟ انت قلت له يا ابني روح خد كاس ايه؟ كاس مين؟ كان عمال بيشاور لي وانا واقف. صح؟ مين؟ انتوا عايزيني في؟ انا واقف بقى. فروحت، حتى انت يمكن لما خدت الكاس انت ما كنتش تعرف ده ايه، بتاع ايه لسه. صح. بصيت عليه اول لما بعد ما صورها، رحت على جنب كده بصيت عليه وانا واخد ايه. لا بس انت لعيب ما شاء الله عليك كويس، وباذن الله ليك مستقبل كويس قوي. ان شاء الله. اجي لك بقى عمر، انت ما شاء الله عليك السنه دي عملت موسم كويس جدا بامانه، يعني انت لعيب مجتهد وبتعمل اللي عليك، وما شاء الله ربنا كافئك باحسن 3 بونت. يعني خلينا نتكلم من بدايه السنه، انتوا قعدتوا مع كابتن اسلام واتكلم معاكم واداكوا تعليمات او اداكوا نصايح، ايه ابرز حاجه اتكلم معاكم فيها كابتن اسلام؟ هو في الاول قعد مثلا يقول لنا مثلا لازم تدافعوا، الديفنس اهم حاجه. ممتاز. بعديها دخل على برسنتج بتاعتنا بتاعت الشوط. بعديها بدانا في الاوفنس. بس بعديها بدانا بقى واحده واحده ناخد حاجه في اوفنس وديفنس. نعم. طب قول لي يعني الماتشات السنه دي كان فيها ماتشات جامده، يعني انتوا لعبتوا ماتشين، يمكن اتكلمت مع عمر موفق قبليكوا، هو قال لي ان الماتشين الجامدين كانوا سموحه والاتحادي، انت متفق مع عمر في الكلام ده؟ كان سموحه والاتحاد اقوى ماتشين. اقوى ماتشين، ويمكن كان اقوى على الاطلاق سموحه هناك، اللي هو كان عشان بره ملعبنا وملعبهم وتبقى الدنيا هناك. طب خليني اتكلم معاك عن، انت برضو نفس الوضع، يمكن علي مختلف شويه. انت نفس عمر موفق، انتوا السنه اللي فاتت كنتوا ب 2006، كنت السن الاصغر فما شاركتوش بشكل كبير السنه دي، يمكن انت الوحيد اللي شويه شاركت. لا ورابيا وبلال بصراحه. شاركوا في النهائيات، يعني انتوا شاركتوا مع كابتن محمد في النهائيات. لما طلعت بقى وبقيت انت الكبير، كنت جعان باسكت، كنت عايز توري الناس باسكت؟ طبعا كنت حابب. كنت حابب ان انا العب الباسكت اللي انا عايز العبه من زمان.
بس ما كنتش السنه اللي فاتت، السنه اللي هي بتاعت اول سنه 16 دي ما كنتش بلعب قوي يعني، ما كنتش عارف اعمل اللي انا عايزه. سنك صغير طبعا. لما دلوقتي خدت الثقه بالظبط وبقيت بتادي وبقيت تلعب، انت رحت المنتخب برضه صح؟ الحمد لله. وطب انت يعني شايف حلمك بدا يتحقق؟ يعني بدات تمشي ناحيه حلمك؟ لعبت وشاركت وشايف حلمك بقى. طيب قول لي يعني ايه اكتر نصايح بيديها لك كابتن اسلام بينك وبينه؟ يعني لما بيجيبك على جنب ان انا ما اعملش دريبل كتير. حلو. و اللي هو كريت ويندو، زي مثلا لو حد دخل من حته انا بفتح فين مثلا. يعني تظهر له. ادافع. كويس. هي اكتر حاجه بيركز عليها الديفنس برضه كابتن اسلام. الديفنس. طب انت في ماتش الاتحاد في الفاينل قلقت شويه عمر، برضه انت ما شاء الله عملت جيم كويس برضه. اول ماتش ولا تاني ماتش؟ تاني ماتش لما قربوا منا وطلعوا 7 بونت علينا. لما قلقت؟ لا ما قلقتش. بس كده يعني كنت بحاول ارجع الفرقه. بس خلي بالك هم لعبوا عليك واحد من 8 و4 زون في الاخر. مسكوك يعني عزلوك صح؟ طيب كان اول مره يحصل معاك كده صح؟ دي حقيقه. اول مره حد سالت عبد الله عامل ايه؟ عبد الله سالت عبد الله عيسى لما كان بيلعب في 14. ما بتبقى صعبه في السن ده لما يمسكوه لعيب ويعزلوه، بس انت ما استسلمتش للمسك برضه. انت بتروح تستلم الكوره وبقيت تروح. ما شاء الله انت لعيب مجتهد يعني. الحمد لله. مين مسك الاعلى عمر؟ اسماعيل احمد. اسماعيل احمد؟ بس مش مركزك. مش مركزي بس. بس انت عاجبك شخصيته وعاجبك لعبه وكده. طب مين تاني في النادي الاهلي؟ في النادي؟ ممكن كابتن ابراهيم الجمال. كابتن ابراهيم الجمال كان قريب جدا من اللعبه. عارف مين كمان قريب من لعبك؟ ايهاب امين. انت قريب من لعبه طبعا، هو نجم كبير. ان شاء الله تبقى زيه، بس انت قريب من لعبه يعني، اللعب والبنتريشن والشغل وتشغل فرقتك وتشوط، فانت قريب. حتى انت في الطول قربت منه شويه. انا شفت الصوره اللي انت حاططها. قربت منه في الطول، ان شاء الله تبقى زيه ان شاء الله. طموحاتك ايه؟ طيب نتكلم عشان نفتكر. اطلع جامعه مثلا، اطلع جامعه بره مصر، اخش منتخب والعب في ستيم بس، وبعديها بقى ان شاء الله ربنا. طب هل عشان لعيبه كتير من النادي الاهلي طلعوا جامعات انت برضو، ولا ده حلم من زمان عندك؟ لا ده حلم من زمان. لا من ساعه ما مالك يعني، لما مالك طلع. مالك. طب اشمعنى مالك؟ مالك كان صاحبك ولا؟ ايوه طبعا. مالك حبيبك. مالك يبقى ابن عمك. شفت بقى؟ صح كده؟ صح. فانت شفت طب انت على تواصل معاه؟ طبعا. كلمه على السوشيال ميديا؟ تبعت له؟ بكلمه فيس تايم. وبتعرف اخباره؟ هو اتنقل جامعه ثانيه صح ولا لسه؟ هو بيحاول. لا لسه ما اعرفش بس ما بيحاولش. لا ما بيحاولش. اعتقد جامعته كويسه. وكان كابتن ياسر قال انه بيحاول يتنقل جامعه ثانيه، او يمكن بعد الموسم ده يفكر. ما سالتوش. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه. حلو. خليني اكلمك يعني، انت رحت المنتخب برضه صح؟ طب شايف يعني انت خلاص المنتخب بيبقى كل اللعيبه مع بعض، شايف منتخب مصر يعني بيبقى ليه في نظره للعيب، شايف منتخبنا قوي قوي في سن جيلنا ما شاء الله جيل كويس.